السلام عليكم. في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته، يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا، يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهراني، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم. والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية، في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة، ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها، توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا، ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس
أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، فهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما، فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه بسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا، فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو، ريح براءة في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، الكل مروا من هنا، فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، امرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطئ الثرى. أرأيتها ضاقت علينا وحدنا، يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا، يا شيخ فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى، أراك لحنت. العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب، إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت في الدمع، قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت، يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت، لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. شكرا شكرا. حياك الله يا تميم. الله يحييك. شكرا. لا فضل فوق. الله يتسلم. لا عاد منك. تمنيت أن أترك وقتي في التعليق لهذا الجمهور العذب الذي تفاعل مع هذه القصيدة العظيمة. شكرا لك وله. الذي يسلينا فيما أصاب فلسطين حماها الله ووقاها الله هو هذا الإبداع من هؤلاء الأفذاذ أمثالك. أعان الله إخوتنا في فلسطين في رباطهم الثقيل على فزع الحياة وكدر العيش، ونسأل الله أن تعود
متألقة جميلة في حوزة أبنائها. الذين يبحثون عن حقوقهم بدقة لا يرمون بكل الشباك وبكل الحبال كما ترى، إنهم يرصفون الطريق بالأفكار، ولذلك ولربما كان العقل دليلا إلى القلب وكان القلب قارعة في الطريق. هذه القصيدة أنموذج حي على أن الشعر العربي سيظل متألقا مبدعا بمثل هذا الإلقاء وبمثل هذا الحضور الجميل الذي تستحق عليه هذا التصوير. يا تميم، كنت أحسب أن شعرية درويش عندما وصف القدس بأنها من حليب البلابل قد استنفدت مع بقية الشعراء كل ما يقال عن القدس. على كثرة ما قيل، فإن هذه القصيدة البديعة الرائعة التي استعرت فيها بصر القصاص وبصيرة الشاعر وقدرة المبدع على أن يجدل رؤيته بهذا النسق الجميل، أعتقد أن هذه القصيدة تضيف أشياء جميلة جدا وتجعل منك أيقونة وتميمة تجسد شعر الشباب وتفتح باب الأمل في الفن وفي المستقبل معا. أهنئك. جميل 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 هذا البوح وهذه القصيدة التي تنتمي إلى أدب ما بعد الاستعمار. الواقع هذه القصيدة تقوم على بنية جميلة جدا، يكون فيها الراوي في تاكسي ويمر على القدس سريعا ويلتقط التقاطات جورجيا، يهود جورجيا الذين تجار، ثم يلتقط فتية البولو الذين يرتبطون بالمحرقة، ثم يرتبط فقط من الآخر البشر المتناقضين، بعدها تأتي فسحة للذات، يرجع الراوي إلى ذاته فيحاول أن يدون التاريخ من الأسفل، يقرأ التاريخ من الأسفل ليعيد تركيب التاريخ، بعدها يرجع من جديد ليرى المكان كيف 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 يشهد المكان رغم غياب الإنسان على الحقيقة. الواقع في النهاية يرى الشاعر نفسه في مرآة التاكسي، يرى صورته فيستحضر قصيدة امرؤ القيس الشهيرة جدا. يستحضر هذا النص أيضا في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النار، يستحضر قدس، يستحضر أمور كثيرة، وهنيك على هذا النص. شكرا جزيلا لك. يا تميم، نعم، لقد صفق لك الجمهور كثيرا. شكرا. كنت ادهشتنا في المرحلة السابقة وحين رأيت نصك، وقد كنت انتظره كما ينتظره زملائي، ورأيت موضوع القدس، يعني خشيت أن تضيع كما ضاعت القدس. لا، لكنك كنت رائعا، لقد استطعت أن تتخذ من السرد من الحكاية أسلوبا جميلا لتمرر أفكارك في هذا النص الجميل الذي أعتقد أنه من أجمل النصوص التي كتبت عن محنة القدس. أهنئك يا تميم. يا تميم، أنت مسكون وفيك جنون، وما أجمل جنونك هاي الليلة. قدمت لنا بالفعل مونودراما، وتعرف ما هي المونودراما أكيد. قدمت لنا مونودراما موجعة وفيها سخرية مرة، وأتراها ضاقت علينا وحدنا. ما هذه الجملة؟ ما هذا القول الرائع؟ يعني يصعب جدا أن يتحدث المرء بالفعل بعد كل هذا الاستقبال من الناس عن هذه القصيدة
عن هذا النص الكبير. أنا أشكرك على هذه الكاميرا التفصيلية التي دخلت في تفاصيل القدس التي أنطقت الحجر وجعلت له هذه الذاكرة، لأن الحجر نعم في قرآننا وإنجيلنا نعم له ذاكرة وله تاريخ، ونحن كنا هنا وسنبقى هنا. أوكي، شكرا يا ثمين. شكرا يا تميم، شكرا. تميم تفضل يا تميم. مشاهدينا، مش عارف اتكلم يا تميم، ذنبك. شكرا. مشاهدينا.